وزارة العدل تتجه لدفع المحامي للترافع بالمجان لمن أو يعني ذوي الدخل المحدود، يعني تترافع عن ذوي الدخل المحدود. وهيئة السياحة ترصد العديد من المخالفات على الفنادق والوحدات السكنية وأيضا في أهل لهذا المساء فصل تعسفي لمواطن استمر لخمس سنوات، إضافة إلى باقي فقراتنا الثابتة كما عودناكم كل مساء. اهلا وسهلا بكم. كشف اول شيء مساكم الله بالخير وشكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في هلا. كشف الحقيقه تقرير للهيئه العامه للسياحه والاثار عن ضبط 350 مخالفه في الانشطه السياحيه خلال شهر رجب الماضي. واشار تقرير الاداره العامه للتراخيص والجوده في الهيئه الى ان غالبيه المخالفات التي تم ضبطها في شهر رجب تركزت في عدم وجود ترخيص تشغيل في قطاع اللواء السياحي، وبلغ عدد مخالفات 293 مخالفة، منها 282 مخالفة للوحدات السكنية المفروشة و11 مخالفة للفنادق. قبل النقاش نتابع هذا التقرير ثم نعود. تلعب السياحة دورا هاما في الحياة الاقتصادية، حيث تعتمد اقتصاديات الكثير من الدول الكبرى والصغرى على القطاع السياحي كمصدر رئيس للدخل، وهو ما يربط نمو القطاع السياحي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. المملكة تزخر بالعديد من المقومات السياحية الطبيعية والحضارية والتاريخية والثقافية، ما يؤهلها لاجتذاب العديد من السياح. لذا قامت الهيئة العامة للسياحة والآثار بتطوير العديد من الأماكن السياحية وإنشاء مشروعات سياحية وترفيهية في مختلف مناطق المملكة. إلا أننا لا نزال نفتقد وجود التنشيط السياحي المناسب على المستوى الداخلي، فتجد السائح السعودي لديه معرفة بمعالم دبي ومصر ولندن أكثر من معرفته بمعالم عسير وجازان وأبها وحائل. ومع دخول فصل الصيف وبدء الإجازة الصيفية تشهد الفنادق والشقق والمكاتب السياحية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، ما يسبب تباطؤا في عجلة السياحة الداخلية. الهيئة العامة للسياحة والآثار كشفت في تقرير لها بالأمس عن ضبط 305 مخالفات في الأنشطة السياحية خلال شهر رجب، غالبيتها تركزت في عدم وجود تراخيص للتشغيل في قطاع الإيواء السياحي، فيما خلا ذلك التقرير من أي مخالفة حول رفع الأسعار، وهو ما يهم السائح السعودي. اهلا وسهلا بكم. لمناقشه هذا الموضوع يسعدنا نرحب بسعاده المهندس احمد بن محمد العيسى، وهو نائب رئيس الهيئه العامه للسياحه والاثار المساعد للتراخيص والجوده في الهيئه. وايضا يسعدنا نرحب من استاذاتنا في جده الاستاذ سمير قنبصاني، وهو مرشد سياسي ومحاضر في جامعه في كليه الامير سلطان السياحيه، و يعني من الناس اللي كذا يعطونك أمل دائما كذا، يعني مبتسم يعني دائما يقول إنه القادم أجمل وكل شيء أجمل، وبالتالي يعطي يعني شيء جاي. مفروض يعني تتعاونون أنتوا سعادة المهندس معاه يعني دائما، لأنه يعني يصنع من الفسيخ شربات على قول المصريين، عرفت. أهلا وسهلا بضيوفي الأعزاء. أبدأ معك سعادة المهندس، يعني خلال التقرير اللي أنتوا طلعتوه وحسب طبعا من نشره في الصحافة في أكثر من صحيفة، في حديث عن رفع الأسعار في أكثر من شقق مفروشة وبعض الفنادق. هذا الرصد وهذه المراقبة هل رافقها
يعني تطوير أو دقة في طريقة الرقابة منها الطرق الاعتيادية اللي هي فيها شكاوى فقط؟ لا، هو الحقيقة يعني قبل الأسعار وقبل الرقابة يعني في تقييم لها الخدمات سابق مسبقة، يعني كل شقق مفروشة الآن، الشقق المفروشة أو الفنادق مصنفة وفق معايير تم الاتفاق عليها ومعايير تقيسنا على مستوى العالم اليوم. إذا صنفت هذه الوحدة أو المنشأة السكنية والسياحية وفق هذه المعايير يتم رقابتها يعني بمثل ما صنفت عليه. أيضا تعطى قائمة الأسعار تحدد الحد الأعلى، ما تعطى قائمة السعر المحدد، يعطى الحد الأعلى اللي ممكن يعني يطلب من الزبون سواء خارج الموسم أو داخل الموسم، لأن تعرف الأسعار تتغير. فنعطي نسمح للشيء المهروش والفنادق بزيادة خلال المواسم اللي هي الإجازات أو يعني المواسم الصيفية حسب المناطق، حسب مناطق المملكة. فيهمنا قضيتين، يهمنا قبل الأسعار الحقيقة، وأنا أعتقد الأسعار اليوم تجاوزناها. اليوم الحقيقة ما في تجاوزات كثيرة للأسعار، اليوم الأسعار صار معدلات الأسعار تقريبا يعني مع معدلات اللي تحددها الهيئة. المشكلة اليوم الحقيقة في الخدمات، يعني غضب أو عدم امتعاض الناس كثير من سوء الخدمات في هالمنشآت. هذا اللي يهمنا الحقيقة في الرقابة. آليات الرقابة طبعا لدينا فرق منتشرة على مستوى المملكة تراقب على مدار العام وعلى مدار الساعة، ولا شك أن نستفيد من رقابة العميل. اليوم في كل دول العالم رقابة العميل أصبحت يعني أحد العناصر الرئيسية في الرقابة اللي تساعد الجهات الحكومية على رقابة الخدمات. نتيح القضية بالشكوى، لدينا هاتف مجاني، لدينا مواقع إلكترونية تقبل فيها يعني كل الملاحظات ونراجعها أول بأول، ونعطي العميل يعني رسالة بأنه وصلتنا الشكوى. لا شك أننا نستفيد من العملاء في رصد الملاحظات على المنشآت. طيب ما الذي تغير بين العام الماضي وما قبل العام الماضي فيما يتعلق بالرقابة والعقوبات؟ هل يعني طريقتكم في الرقابة يعني حسمت موضوع التخاذل وعدم الالتفات لكم، أم أنه المسألة تزداد يعني بشكل طفيف النسبة، يعني نسبة الوعي ونسبة؟ أقول أن التغير عشان ما يتأخذ الأمور يعني لصالح الهيئة، أنا أقول أن التغير هو نضج السوق. السوق نضج، السوق بدأ ينضج، النمو في القطاع السياحي يزيد. اليوم وانت تمشي مدينة الرياض يوميا تشوف منشآت تحت الإنشاء، ويوميا تشوف منشآت تفتتح. كل ما افتتحت هذه المنشآت وكان فيها مشغلين محترفين ستزيد المنافسة. زيادة المنافسة هذا النمط اللي اشتغلت عليه الهيئة منذ يعني تولي الهيئة لهذا القطاع، كانت تعمل على مسارين: مسار إصلاح الموجود من خلال الرقابة والضبط وغيره من يعني الإجراءات، ومسار تحفيز الاستثمار. الحمد لله نحن في المملكة العربية السعودية خلال 5 سنوات الماضية استطعنا من خلال العمل مع الجهات المعنية ومع القطاع الخاص تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، واليوم النمو الكبير في هذا القطاع هو اللي حسن الخدمات، هو اللي جعل المنافسة تزيد. اليوم مدينة الرياض تحت الإنشاء اليوم يعني وحنا نتكلم أكثر من 24 إلى 25 فندق بين 4 و5 نجوم. هذه كلها إذا دخلت الخدمة سترفع مستوى الخدمات، ستعدل موضوع معدلات الأسعار. موضوع الرياض تأخرنا كثير. بسأل سؤال يعني دائما في غصة عند المستثمرين في قطاع الفنادق تحديدا الخمسة نجوم، هل المشكلة كانت في التسهيلات، في التصاريح، في التمويل، في يعني لا يعقل اليوم دبي قفزت علينا قفزة كبيرة، يعني الرياض تحدث عن أعداد كثيرة، مدينة هي المركز، العاصمة على مستوى البزنس، على مستوى مراجعات حكومية، استشفاء إلى آخره. يعني إلى قبل سنتين كان عندنا 6000 غرفة يمكن في الرياض، يمكن أقل، يمكن لا يمكن أكثر. إلى قبل 5 سنوات قبل ما نستثمر كان مشكلة البيئة الاستثمارية، لم تكن البيئة الاستثمارية تسمح للشركات التشغيل العالمية. يعني مثلا كان نظام التصنيف قبل لما كانت يعني الأنشطة عند وزارة التجارة، كان نظام التصنيف نظام قديم شوي، يستخدمون درجات. معظم الشركات العالمية كانت محجمة على الدخول للسوق لأنها لا تعرف إلا نظام التصنيف بالنجوم. عدم وجود هذا النظام حجب الشركات العالمية. منذ تغييرنا لنظام التصنيف وعودتنا للنظام العالمي المتعارف عليه في كل دول العالم دخلت كل الشركات العالمية. دخول الشركات العالمية جعل المستثمر السعودي صاحب الملك يحفز للبناء، لأنه أصبح معه يعني مشغل محترف اشترك معه في القضية الاستثمارية، هذا يبني وهذا يشغل، فهذا حفز على القضية. لا شك التسهيلات اللي اشتغلت عليها الهيئة محاولتنا مساعدة المستثمر. اليوم الهيئة ما تشتغل مع بس كمنظم، تشتغل كمساند وكشريك للقطاع الخاص. اليوم نعالج قضاياهم في البلديات، نعالج قضاياهم مع الدفاع المدني، يمكن هذا لم يكن متاح لهم سابقا. اليوم الهيئة أصبحت تعتبر نفسها مسؤولة عن نمو هذا القطاع وليست بس مراقبة له. إذا عندنا 24 تحت الإنشاء، 24 فندق في الرياض مثلا، يعني 25 فندق، هذا بس في الأربع والخمس نجوم. كلها ستاندر عالمي؟ كلها ستاندر عالمي. اليوم تشوفون كل الشركات العالمية لها فنادق تحت الإنشاء.
هذا غير طبعا الشركات المحليه اللي تبي تشغل ان شاء الله شركات محليه. حتى في الشيك المفروشه اليوم يعني في شركات عالميه دخلت حتى في الشيك المفروشه اللي كان يمكن بعيده عن التشغيل العالمي. اليوم شركات تشوفونها على الدائر الشرقي، على الدائر الشمالي، على 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 مناطق على على في مبنى جامع الملك سعود، في الان منشات ستشغل شركات منشات يعني فندقيه لشيك فندقيه ستشغلها شركات عالميه. نعم جميل، ساعود لك سعد المهندس، لكن اذهب للدكتور سمير قمصاني. اهلا وسهلا بك مره ثانيه. كيف تقيم انت متابع لاداء الهيئه منذ زمن، كيف تقيم ادائها فيما يتعلق ملف الرقابه في الفتره الاخيره؟ هل هو مكانك سر ولا تطور؟ والله هو بيمشي، خلينا اكون صادق معك، ببطء. القرارات الاخيره سعدنا احنا جدا بها، 350 منشاه كونها عوقبت، هذه من الاشياء اللي احنا كنا نبحث عنها دائما، نبحث عن سوق انضباطي منضبط بحيث انه كل العاملين في صناعه الخدمات يجب ان يكونوا على مستوى يليق بما يقدم للعميل. لكن خلينا اكون صريح معك، معظم الاجهزه الرقابيه الموجوده عندنا عددها وكوادرها بسيطة ومحدودة في كل مختلف مناطق المملكة. مدينة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والحركة التجارية والفندقية فيها كبيرة جدا. أنا أعتقد أن عدد العاملين في جهاز السياحة الموجود عندنا محدود، لذا أنا أتوقع أن كمية الشكاوي الموجودة كبيرة جدا، وأنا بس أبغى أعرف إلى أي درجة الشكاوي لما توصل عندهم بتدخل في البرنامج البيروقراطي، متى يردوا عليهم ويحلوا إشكاليات الموجودة. أنا أعتقد أننا محتاجين نكبر هذا الجهاز أكثر، الجهاز الرقابي، لكن ما نقدر ننكر أنه جهاز السياحة في السنتين الأخيرة، وأنا أحد المتابعين اللصيق مع كل العاملين فيهم على رأسهم سمو الأمير سلطان بن سلمان وحتى سعادة المهندس أحمد نائب الرئيس، حقيقة في هناك ثراء وفي نشاط موجود فيما يخص المهرجانات والفعاليات والأنشطة اللي تنمي وتنشط الحركة السياحية. لكن من الناحية الرقابية احنا محتاجين نوسع هذا المجال أكثر ونعطي له خدمة أو حتى اهتمام أكبر مما هو قائم حاليا. نعم. طب سعادة المهندس، يعني إذا ودك تعلق علق، ولكن أنا بسأل، أنتم في أنظمة يعني دائما تحاولون تحاكونها عالميا فيما يتعلق بالرقابة، أنتم اليوم عددكم ربما قليل، والفكرة دائما اللي عدد قليل لازم يذهب إلى التقنية. صحيح. إلى ربط. هل أنتم بصدد مثلا عمل نظام أو فكرة لربط كل الوحدات السكنية والفنادق بحيث يكون لديكم مؤشر لمن يخطر من خلال يعني كول سنتر أو مركز معين لديكم، سواء في الغربية وفي الوسطى وفي الشرقية وفي مثلا في الشمال في الجنوب، بحيث أنه يكون عندكم يعني طريقة تقنية تعرفون بها من خالف، من زاد الأسعار؟ وطبعا اليوم الهيئة تعمل وفق يعني أنظمة إلكترونية في الترخيص، يعني اليوم كل المنشآت التقديم لها والترخيص لها والتصنيف لها يتم إلكترونيا. أيضا المفتشين مدربين ومؤهلين ويستخدمون تقنية في 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 العمل. اليوم احنا ما عندنا ورق أبد، حتى في المواقع نصنف من خلال كل جهة، كل مراقب لديه آيباد، كل الأنظمة نازلة على الآيباد، يدخل الفندق مع آيباد وبالتالي ما يستخدم. في قضية الرقابة طبعا يعني هي أهم قضية دخلناها في الفترة الأخيرة. أنا بدأنا نلزم الفنادق يعني يضعون كاميرات، وهذه أصبحت ستعطينا نحن ووزارة الداخلية. هذا صوتا وصورة ولا صورة بس؟ صوت وصورة. أي. في كل يعني على الأقل في المناطق العامة، في المدخل، في اللوبي، في أمام الاستقبال، في الممرات، هذا لا شك أنه ستساعدنا أنه لو حصل يعني أي قضية نريد أن نكتشف هل هذه صحيحة أو لا سنصل من خلال الكاميرات. لكن بدون جدال وفي كل دول العالم الرقابة البشرية يجب أن تكون متواجدة، لا يمكن أن تراقب أي فندق. اليوم أيضا اللي ساعدنا في قضية الأسعار، مثلا نحن نراقب اليوم مواقع الحجز الإلكترونية ونشوف الأسعار اللي تعلن، ولدينا معدلات أسعار نأخذها من booking.com أو أي hotel.com، كل هذه نراقبها بشكل يومي، لدينا فريق يراقب هالأسعار ويشوف تذبذب الأسعار، وبالتالي بعض المرات نرصد كثير من المخالفات من خلال هالمواقع، لأن نشوف فندق يضع سعر في خلال من خلال هالموقع أعلى من السعر المعطى له، يعني نضبط المخالفة حتى من مكاتبنا لأن نعرف أنه أعلن. فالحقيقة نستخدم عدد من الأدوات، لكن في النهاية مثل ما قال الأخ سمير، الرقابة البشرية يجب أن تكون متواجدة وحاضرة ولا يمكن الاستغناء عنها. الإمكانيات لا شك أن الهيئة مثل أي جهة حكومية تعمل وفق إمكانياتها وتحاول أن تغطي النقص بطرق مختلفة، إما بالعمل في كأعمال موسمية، العمل خارج الدوام، العمل في الإجازات الأسبوع، نحاول جهدنا. طيب. نغطي هذا النقص. العقوبات وش هي لمن يخالف مثلا الأسعار؟
في المرحلة الأولى تجي عقوبات مالية، تتدرج طبعا هذه العقوبات المالية، ثم تعطى فرصة يعني لأن يتظلم من هذه العقوبة أو يبرر هذا الخلل اللي صار عنده لو حصل. وإذا صدق على هذا الأمر واستمر في المخالفة ما أصلح هذه المخالفة، العقوبة الثانية عادة الغلق، ونحن نغلق عدد كبير من المنشآت الحقيقية. لمدة كم؟ تغلق بشكل دائم، ما تفتح خلاص نهائي يغلق إلى أن يصلح، إلى أن يصلح أموره خلاص. طيب من يحدد هالتسعيرة؟ أسعار الخدمات الهيئة. الهيئة حددت يعني عملها، سوت دراسة قبل حوالي سنتين ونص، سوينا دراسة مسحية على مستوى المملكة وشفنا التكاليف الحقيقية لهذه المنشآت، وبالتالي قسنا أيضا يعني القضية يعني معادلة تحفيز الاستثمار، لأنك لا تستطيع أيضا تنزل الأسعار فبالتالي يخسر المستثمر وبالتالي ستقل الخدمة. حاولنا أن نعمل موازنة يعني عادلة بين حقوق المستهلك وبين أيضا تحفيز هذا المستثمر أن ينمو، والحمد لله أنا أعتقد الأسعار اللي حددت من سنتين في القطاع الفندقي كانت يعني نموذجية بدليل هذا النمو الحاصل ويعني انخفاض معدلات الأسعار لأن العرض بدأ يتوازن مع الطلب. نعم. طب دكتور سمير، يعني السنة هذه جاية الإجازة وفرح بها بعض البعض، والبعض لا قال لخبطتنا، يعني مثلا في إجازة قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان، هل مثلا وجود رمضان في المنتصف، شهر رمضان المبارك، راح ينعكس إيجابا على السياحة الداخلية السعودية؟ أيضا ماذا عن وجهات السفر السياحة الخارجية هذا العام من خلال يعني مؤشرات أكيد لديكم؟ بالتأكيد أنه شهر رمضان شهر كريم لم يستثمر في السابق بالاستثمار الحقيقي. إحنا على مدار العام سواء كانت عطلات أو إجازات، خطط مفروض يكون عندنا خطة عامة تستفاد منها من كافة الأوقات المتاح فيها اللي ممكن يستفيد منها المواطن. وأنا أعتقد أنه هذه السنة لأول مرة راح يكون في مهرجان كبير ضخم في مدينة جدة اسمه رمضاننا كده وعيدنا كده، وراح يكون من 1 رمضان إلى 30 رمضان وعيدنا كذا من 1 العيد إلى 4 العيد. هذا الفعالية الكبيرة راح تكون موجودة في المنطقة التاريخية في مدينة جدة، حتشمل هذه الفعالية العديد من الأنشطة الجميلة جدا اللي تذكر الناس برمضان زمان قبل 50 و60 و100 سنة، كيف كانوا أبائنا وأجدادنا يعيشوا رمضان بالأنشطة الجميلة الموجودة فيها. اللي عرفته من الأخوان المنظمين حيكون موجود في مسحراتي وحكواتي والأكلات الشعبية المشهورة في رمضان، الكبدة والبليلة والسوبيا والعيش أبو اللحم والأنشطة المختلفة الموجودة في دورة، رح يكون للضومنة والكيرم والفرفيرة. يعني حقيقة محافظة مدينة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وأمارة منطقة مكة المكرمة أعتقد، والغرفة التجارية بجدة، أنا أعتقد أنهم هم رح يسروا هذه السنة إجازة رمضان في مدينة جدة ثراء كبير جدا. أنا أعتقد أن هذه ممكن تكون دعوة مفتوحة للكل. لا لا، وسع الدائرة شوي دكتور سمير. دكتور سمير عادل أنك تحب جدة، وسع الدائرة شوي. أنا أتكلم عن المملكة بشكل عام. الدائرة حقيقة إذا يعني اللي بيروح مثلا أبها، اللي بيروح الباحة، اللي بيروح مثلا المدينة، اللي مثلا بيروح يعني فكرة الإجازة في رمضان، ما تشوف أنها تعطي يعني ستعمل حراك للسياحة الداخلية؟ بالتأكيد كلامك صحيح أستاذ علي. أنا لما ذكرت جدة لأنه هذه فعالية أنا أعرف عن قرب مدى النشاط الموجود فيها، لكن طبعا أكيد لك بزنس فيها تبغى تروج لها، بس أكيد لك بزنس فيها تبغى تروج لها، بس مو لا، جدة والمملكة كلها في قلبي، وأنت تعرف الكلام هذا من زمان، فكل ما له علاقة بصناعة السياحة يمسني ويمس شغاف قلبي، وأنا أعتقد أنه أي واحد يحب هذا الوطن لن يتردد أنه يمدح أي جزئية فيها. أبها والطائف أعتقد أنه طبعا في إجازة رمضان حتكون يمكن بسيطة شوية أهدى من كل الفترات، إلا أنها راح تنتعش ما بعد رمضان وما قبل رمضان في الفترة الحالية الموجودين فيها. إحنا قبل أسبوعين استمتعنا بمهرجان الورد في الطائف وكانت مناسبة جميلة جدا وشملت أنشطة كثيرة وفعالة. أبها راح تستقطب وتأخذ شريحة كبيرة جدا ما بعد رمضان وفترة العيد وحتى في فترة إجازة الحج أنا متوقع. طبعا كلنا نعرف أن صناعة السياحة صناعة مرتبطة كثير بالفعاليات والأنشطة التي تقام، فإذا استطاع القائمين في منطقة معينة إثراء هذه المنطقة بكثير من الأنشطة والفعاليات السياحية طيب راح يحققوا النجاحات المنشودة. دكتور سمير، أخير بسألك وبعدين برجع لسؤال المهندس، وجهة السياحة الخارجية للسعوديين هذا العام، يعني هل هناك وجهات جديدة؟ هل فيها
أو تركيز على السابق، إيش البوصلة وين السنة دي؟ بسبب المؤثرات السياسية الموجودة في المنطقة المحيطة، تأثرت كثير من الدول وما زالت متأثرة، لكن النشاط حيكون أكثر هذا العام إلى تركيا، إلى ماليزيا، إلى دبي، وأنا أعتقد هذه المحطات الرئيسية الأولى. بدأت بعض المحطات الأوروبية تأخذ مساحة أكبر، منطقة مثل زلمسي، النمسا، كثير حقيقة بدأت طلبات موجودة للمنطقة، مناطق أوروبية زي سويسرا وطبعا النمسا وألمانيا، بالإضافة طبعا إلى الطبيعية أنه إحنا عندنا هذاك الاستقطاب الكبير على مدار السنين الطويلة للندن وباريس، وهذه طبعا المدينتين المفضلة عند كثير من السعوديين من الطبقة المتوسطة والأعلى من كذا. طيب شكرا لك. سعادة المهندس، هل في شيء أخير، ما الجديد عند هيئة السياحة يعني تبشر الناس فيها وتفاجئهم في هذا العام؟ والله يعني احنا يعني انا اود اشير الى الجديد هو الدعم الكبير اللي وجدناه من الدوله يعني في الاونه الاخيره، صدور قرارات خلال الشهرين الماضيه، صدرت عدد كبير من قرارات مجلس الوزراء لصالح قطاع السياحه، صدر موافقه مجلس الوزراء على مشروع الملك عبد الله لعنايه البعد الحضاري، صدر قرار دعم هيئه السياحه اداريا وماليا، صدر قرار مؤخرا يعتبر اختراق جديد عندنا في المملكه وهو انشاء 3 جمعيات سياحية في الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة. أعتقد كل هذه القرارات مع العمل اللي تعمل الهيئة الآن مع شركاء في القطاع الحكومي سيساعد إن شاء الله على حل الإشكالية اللي تحدثنا فيها أستاذ علي خارج الهواء، وقلنا أنه التجربة السياحية لا زالت تحتاج إلى كثير من العمل والجهد وتحتاج إلى كثير من التكامل. أرجو إن شاء الله أن هذه القرارات تساعدنا في الهيئة مع شركائنا إن شاء الله على النهوض بهذا القطاع المهم. نعم أشكرك، شكرا لك سعادة المهندس أحمد محمد العيسى نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والأثار المساعد للتراخيص والجودة، شكرا لحضورك، وأيضا شكرا للدكتور سمير قمصاني وهو الخبير السياحي وأيضا محاضر في جامعة الأمير سلطان السياحية وكلية الأمير سلطان السياحية. فاصل ونعود لكم بعد قليل وننطلق في ملف آخر.